بعدما نشر حول إصابة قطيع الأغنام بداية الطاعون، وزير الفلاحة يؤكد وفرة في الإنتاج هذا العام وأنه لا خوف على صحة الإنسان من هذا المرض. مشاغل الشباب واهتماماته وأسباب عزوفه عن الشأن السياسي موضوع ندوة في العاصمة تنظر في واقع الشباب وتحدياته. حوالي 40 قتيلا وأكثر من 100 مفقود حصيلة زلزال عنيف ضرب وسط إيطاليا أمس، والدفاع المدني يتحدث عن إمكانية ارتفاع عدد الضحايا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بالأحسن الوسلاتي أن عمليات تمشيط تقوم بها وحدات الجيش الوطني بجبال الكاف وورغة والتويرف أسفرت عن الكشف على مخيم لمجموعة إرهابية. وأضاف الوسلاتي في تصريح اليوم أنه تم الاشتباك مع المجموعة الإرهابية، مشيرا إلى أن عسكريا أصيب أثناء العملية العسكرية على مستوى كاحل الرجل تم أخلاؤه بواسطة مروحية عسكرية. كما تمكنت المصالح الأمنية أمس من إلقاء القبض في سوسة على خلية إرهابية مختصة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر متكونة من 6 عناصر، من بينهم صابر الرجوبي المتورط في أحداث سليمان سنة 2006. وأفاد مصدر بوزارة الداخلية اليوم بأن إيقاف هذه العناصر تم بناء على اعترافات أحدهم، مشيرا إلى أن الرجوبي كان يقوم بعملية الاستقطاب في أحد الجوامع بمدينة سوسة حسب ما ورد في اعترافات الموقوف. يذكر أن صابر الرجوبي حكم عليه بالإعدام قبل أن يتمتع بالعفو التشريعي العام بعد الثورة، ويتم تعيينه للعمل في المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة. في موضوع آخر، وفي إطار دعم المنتوج الفلاحي التونسي وفق مقاييس تضمن الجودة، احتضن اليوم فضاء من المنتج إلى المستهلك تظاهرة تعريفية بتين جبا، وذلك ببادرة من المجمع المهني المشترك للخضر والغلال والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري. تثمين المنتوج التونسي والتعريف بتين جبة من أجل المساعدة على الترويج وتسويق هذا النوع من الغلال كمرحلة أولى، كان الهدف من هذه التظاهرة في نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. يوم تعريفي لتين جبة يتنزل في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى تسويق الإنتاج التونسي ومساعدة الفلاح على عملية الترويج. مستقبلا 3-4 شهور باش يكونوا عديد المنتوجات اللي موجودة تويك اليوم عندهم جودة مميزة، اللي إن شاء الله في مشلاه باش يكونوا موجودين في مغازات في مشلاه مختصة بقدرة الإله. خذيت منه عندي جمع وجمعتين ديما نجي ناخذ من هناك المسيوف ونعاود نزيد ناخذ. وقد كانت هذه التظاهرة فرصة جمعت المتداخلين في قطاع الأشجار المثمرة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع مع نقص حاد في مياه الري. أنا الخسائر بالمليارات بالمئات المليارات، لأنه سواء كان في الحبوب اللي عنا تقريبا أكثر من ثلث المساحة ما حصدناهاش، زرعناه وما حصدناهاش. ولئن تحدث وزير الفلاحة عن الاستراتيجية العامة لمجابهة أزمة مياه الري في تونس، فإنه أكد أن قطيع الأغنام هذا العام فيه وفرة في الإنتاج وأنه لا خوف مما نشر حول طاعون الأغنام. راهو عندنا 1,133,000 راس، عندنا ما فيه الكفاية مقارنة بالحاجيات نتاعنا اللي هي 850,000، يعني عندنا 250,000 على الأقل اللي هي فائض موجود. بالنسبة للمرض ما عنده حتى صلة بصحة الإنسان، يعني ما عنده حتى خطر بالنسبة لصحة الإنسان. أسوام موضوع آخر، الأسوام باش تكون الأكيد في المتناول خاصة بالتنسيق مع المهنة ومع التجارة باش يتم إعداد نقاط ترويج من المنتج إلى المستهلك. تظاهرة تحاول تثمين المنتوج التونسي من الفواكه وفق مقاييس تضمن الجودة وتريد أن تكتسح الأسواق العالمية في ظل أزمة للمياه قد تؤثر على مردودية القطاع. تعتبر ولاية المنستير الأولى على المستوى الوطني في قطاع النسيج، إذ تحتضن أكثر من 500 مؤسسة مختصة في النسيج والملابس، قطاع حيوي بات يعاني خلال السنوات الأخيرة من عديد المشاكل التي أثرت سلبا على الاقتصاد في الجهة.
تحتل ولاية المنستير المرتبة الأولى وطنياً في قطاع النسيج والملابس، فهي توفر أكثر من 50,000 موطن عمل، وبالتالي فهي تشكل 27.5% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. ورغم التطور الذي شهدته المؤسسات المصدرة كلياً على مستوى التكنولوجيات الحديثة، فهي تشهد عديد المشاكل. في تونس غلا السعر بالنسبة لنا لأنه أسعار التكلفة في الإنتاج غلات، وهذا يمثل مشكل من المشاكل اللي مطروحة في قطاع النسيج. احنا في تونس يعني الدولة يلزمها تدخل بثقلها لدعم قطاع النسيج في ميدان الطاقة. المؤسسات الصغرى المختصة في صنع الملابس الجاهزة هي الأخرى الأكثر تضرراً جراء التوريد العشوائي للمنتوج الأجنبي وإغراقه للأسواق التونسية بأرخص الأسعار. احنا المؤسسات الصغرى المشكلة متاعنا الوحيدة هو التوريد اللي يجيبوا فيه هذا العشوائي، هذاك هو. احنا هك تشوف ما شاء الله نعملوا في حاجات موديلات هايلين، السلعة نجيبوا فيها زاد الماتير بريمير من الخارج، الخطر في تونس مش موجودة، اللي يروه اكترا فيه كيفاش طالع يتكلفنا تكاليف بعض، لكن ما نلقاوش المقابل وقت اللي نجيبوا شبيه يقولك هاو جابونا من الخارج هو اخذيناه ما أرخص. بالنسبة إلى التصدير، فإن محدودية الأسواق الخارجية تمثل عائقا أمام نمو هذا القطاع حسب أهل المهنة. المردودية نقصت، دونك هذاك باش يلعب على الأسعار نتاع المنتوج، وزيد على ذلك على الكلفة نتاع المنتوج بطبيعة الحال، وزيد على ذلك الإضرابات العشوائية اللي قاعدة تقع بصفة مستمرة منذ الثورة، فما المزاحمة الغير شريفة من المؤسسات الآسيوية اللي هي قاعدة تزاحم فينا بصفة كبيرة برشا. والمنافسة اليوم تستوجب منا كصناعيين أن ندخل إلى أسواق جديدة اللي هي أسواق واعدة مثل السوق الأمريكية. إذا اليوم الدولة تساند القطاع الخاص بثقلها وبتمويلاتها وبدعمها المالي في الدخول للسوق الأمريكية اللي هي جربناها وعنا فيها تجربة وقادرين، بمقدور قطاع النسيج في تونس على مدى 3 سنوات القادمة إحداث ما لا يقل عن 40,000 موطن شهر اللي خسرناهم احنا في ال5 سنوات اللي تعدت. ولأن ولاية المنستير تمثل عاصمة النسيج والملابس، فهي في حاجة إلى دعم الدولة لهذا القطاع وحمايته وتعزيز قدراته التنافسية في ظل المنافسة العالمية. التعرف على أبرز مشاغل الشباب كارتفاع نسب البطالة وغياب مواطن الشغل والسياسات المعتمدة من طرف الدولة في إيجاد الحلول لهذه الاهتمامات كانت من أبرز النقاط التي تطرق لها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية خلال ندوة حول مشاكل الشباب التونسي الواقع والتحديات والحلول. رغم البرامج والوعود المقدمة للشباب من مختلف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لا زال الشباب يعاني من ارتفاع معدل البطالة والذي انعكس على تواجدهم المحدود في عالم السياسة. تشكيل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لحكومته والتي ضمت تمثيلية واسعة للشباب اعتبرها البعض رسالة ثقة إلى الشباب التونسي. نسبة جيدة طبعا قادرة نجم نحسن فيها، لكن هني قلت لك تشبيب بيولوجي ليس غاية في السياسة في حد ذاته ولا في الحكومات. أهم شيء أنه التشبيب هذا يؤدي إلى تغيير ديناميكية عمل الحكومة وعقلية عمل الحكومة في حد ذاتها. اليأس هذا متسبب فيه الدولة، خاطر الشيب متخرج وقرأ وتعب والكل في الأخر ما يلقاش التأثير متاعه. مشاغل واهتمامات طرحت خلال ندوة حول مشاكل الشباب التونسي الواقع والتحديات والحلول، بهدف التعرف على تطلعات الشباب وتقديم مقترحات عملية ومعرفة أسباب عزوف الشباب التونسي عن الشأن السياسي. الشباب بدأ يفقد الأمل يعني في تونس وحتى بعد الثورة، وهذا الذي يخيف هو الشباب فقد الأمل قبل الثورة، ولكن الآن نلاحظ أنه حتى بعد الثورة الشباب لم ينخرط في الحياة العامة وبدأ يفقد الأمل حتى في الثورة نفسها. بعض الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء أشارت إلى أن من أسباب تفاقم مشاكل الشباب كالبطالة هو غياب تشخيص موحد لواقع الشباب والذي يرتكز على بحث اجتماعي موضوعي لإيجاد الحلول. الحلول ماهيش حلول مركزية، الحلول لازمها حلول لا مركزية، يعني لازم نمشيو أكثر لحلول في الجهات وين يعيشوا الشباب هذوما. ما تنجمش تعطي حل وانت عندك تصور مركزي لمشاكل الشباب، لازمك تمشي للجهات تحاول تخلق الحلول من الجهات، تخلي الجهة هي اللي تعطي الحلول. احنا في حركة نادي تونس عندنا استراتيجية كاملة باش نعالجوا مشاكل التشغيل وغيرها من المشاكل اللي قاعدة سايرة في مجتمعنا
خاصة في المجتمع الشباب كما المخدرات كما الحرقة، ظواهر غريبة علينا، ولكن احنا قاعدين شوي بشوي نشوف استراتيجيات. هذا وتشير آخر الإحصائيات حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع نسبة البطالة في الثلاثي الأول من هذه السنة، والتي بلغت حدود 15.3%، أغلبهم من الإناث. دوليا، وفي إيطاليا خلف زلزال بلغت شدته 6.2 على مقياس ريشتر مقتل العشرات. وقد أعلنت المتحدثة باسم إدارة الحماية المدنية في البلاد أن الزلزال هز بلدات وقرى جبلية بوسط البلاد، ما جعل عملية الإنقاذ أكثر صعوبة. قد تلخص هذه الصور هول الكارثة التي استفاق على وقعها الإيطاليون صباح هذا اليوم، بعد أن ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 بمقياس ريشتر وسط البلاد. وفي حصيلة أولية بلغ عدد القتلى 38 شخصا ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض، وفق المتحدثة باسم إدارة الحماية المدنية في إيطاليا. من جهته قال عمدة إحدى بلدات المنطقة المنكوبة إن نصف بلدته قد دمر، كما خلف الزلزال الذي هرع على إثره فرق الإنقاذ خلف حالة من الرعب في صفوف سكان المنطقة المنكوبة. أمام هذا المشهد التراجيدي لا يمكننا قول أي شيء، فقط نتمنى أن لا ترتفع حصيلة هذه الكارثة من القتلى والجرحى، وأن نتسلح بالشجاعة الكافية في هذه الظروف الصعبة. كما ألحق الزلزال الذي اهتزت على إثره بعض المباني في العاصمة روما، ألحق دمارا كبيرا بالمباني وأحدث انهيارات أرضية. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت أنه تم تسجيل مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات من بلدة نورتشا في منطقة أمبريا الجبلية وسط البلاد، وعلى بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة روما. هذا وكان زلزال سابق بقوة 6.3 قد أوقع 300 قتيل في منطقة أكيلا الإيطالية في أفريل عام 2009. أكد وزير الداخلية التركي أن تركيا لن تسمح لعناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بأن تشكل تهديدا لأمنها، مضيفا أن العملية العسكرية الحالية على شمال سوريا جاءت للقضاء على المصادر الإرهابية هناك. في المقابل ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن وزارة الخارجية السورية أدانت التوغل العسكري التركي واعتبرته خرقا سافلا لسيادة سوريا. توغلت وحدات من الدبابات التركية وعبرت الحدود لتدخل سوريا اليوم في إطار عملية عسكرية تدعمها طائرات حربية من التحالف تقوده الولايات المتحدة، التي أعلنت بدورها أنها ستوفر غطاء جويا للقوات التركية، وذلك لطرد مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية من بلدة جرابلس الحدودية السورية في عملية عسكرية أطلق عليها اسم درع الفرات حسب مصادر عسكرية تركية. هذا وقد بدأت العملية العسكرية التركية بقصف من المدفعية وراجمات الصواريخ استهدفت 220 هدفا للتنظيم الإرهابي في جرابلس، تلا ذلك غارات مركزة من سلاح الجوي على المدينة بإسناد من التحالف الدولي. وبالتزامن مع التحركات التركية قام مسلحون من الجيش السوري بالتوجه نحو جرابلس بالتنسيق مع التحالف الدولي وأنقرة، واحتشدوا في الجانب التركي تحذيرا لهجوم من أجل استعادة جرابلس آخر المعابر الواقعة تحت التنظيم الإرهابي. دبلوماسيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا مصممة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنها ستتولى الأمر بنفسها إذا اقتضى الأمر لحماية وحدة أراضي سوريا، مضيفا في كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة إن تركيا لا تريد سوى مساعدة شعب سوريا وليست لها نوايا أخرى. من جهتها أعلنت الخارجية التركية أن تطهير جرابلس سيمثل نقطة تحول في الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. يحاول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إصلاح الأضرار التي ألحقها الانقلاب الفاشل في أنقرة بالعلاقات الأمريكية التركية خلال زيارة تركيا، حيث يبحث أيضا الوضع في سوريا مع تزايد الدور التركي في هذه الأزمة مع عدد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مصير الداعية المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تطالب أنقرة بتسليمه لها على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تركيا الشهر الماضي. نجحت كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ باليستي من على متن غواصة ليقطع مسافة نحو 500 كيلومتر باتجاه اليابان.
تجربة بيونغيانغ الناجحة لاقت إدانة واسعة من قبل عدد من العواصم التي اعتبرت أن هذه التجربة تمثل تحديا صارخا لعقوبات مجلس الأمن الدولي. سعيا إلى استعراض تحسن قدراتها الدفاعية، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من على متن غواصة باتجاه اليابان. هذه التجربة الناجحة هي الثانية من نوعها بعد أن فشلت بيونغيانغ في تجربة مماثلة في وقت سابق. ورغم ما تمثل هذه التجربة من تحد لقرار الأمم المتحدة التي تحظر أي شكل من استخدام الصواريخ الباليستية على كوريا الشمالية، فإن تمسك بيونغيانغ باستعراض قدراتها الدفاعية يأتي كرد على مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية. تعتقد بيونغيانغ أنها تدريبات على غزوها. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخ متوحدة بفرض مزيد من العقوبات والعزلة على جارتها الشمالية، ما قد يسرع في تدميرها ذاتيا حسب تقديرها. فيما اعتبرت اليابان أن هذه التجربة تهديدا خطيرا على أمن طوكيو، معتبرة أن ما أقدمت عليه بيونغيانغ تصرف لا يمكن غفرانه ومن شأنه زعزعة الاستقرار الإقليمي. الصين من جانبها أعلنت على لسان وزير خارجيتها أثناء زيارته إلى طوكيو معارضتها لبرنامج كوريا الشمالية الهادف إلى تطوير أسلحتها النووية والباليستية، مشددا على أن بلاده تعارض أي عمل من شأنه أن يثير توترا في المنطقة أو ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي. في أخبار الرياضة، أنهى نجم الرياضي الساحلي حامل اللقب دور المجموعتين كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المرتبة الثانية إثر تعادله دون أهداف مساء أمس أمام مضيفه الفتح الرباطي المغربي في أعقاب الجولة 16 للمجموعة الثانية. وكان نجم الساحلي والفتح الرياضي ضامنا تأهلهما إلى الدور نصف النهائي بعد أن اختتم مسيرته بدور المجموعتين في المركز الأول ب 12 نقطة، متقدما على فريق جوهرة الساحل بنقطة واحدة. ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. بعد ما نشر حول إصابة قطيع الأغنام بداء الطاعون، وزير الفلاحة يؤكد وفرة في الإنتاج هذا العام وأنه لا خوف على صحة الإنسان من هذا المرض. مشاغل الشباب واهتماماته وأسباب عزوفه عن الشأن السياسي موضوع ندوة في العاصمة تنظر في واقع الشباب وتحدياته. حوالي 40 قتيلا وأكثر من 100 مفقود حصيلة زلزال عنيف ضرب وسط إيطاليا أمس، والدفاع المدني يتحدث عن إمكانية ارتفاع عدد الضحايا. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.